بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان امتحنوا أنفسكم. الأسبوع ده احنا هنقرب من ربنا، نركز في ربنا، نتخيل دخولنا السماء في الآخر، نفضل نسبح مع الملائكة سوكتة تيجوم، نقدم توبة، نفرح ونسبح في حد الزعف وحد القيامة، نخجل أمام الصليب، كل الحاجات الحلوة دي، كل المشاعر الروحية بتتقدم في الأسبوع ده. وبندخل نتناول حد الزعاف وخميس العهد وسبت النور. لكن الحقيقة الأسبوع ده بيحط لنا قدام كلمة مهمة، ممكن تمتحنوا نفسكم. examine yourself، المسيح عمل كل اللي عليه، أكمل حب بلا حدود، تجسد وفداء ودم وتعب وعري وذل، وبعدين قيامة ما كناش نحلم بيها، انتصار على الشيطان وعلى الموت، وعد الحياة الأبدية، وكنيسة تأسست، كل حاجة اتعملت. فكلمة examine yourself دي هنسمعها الأسبوع ده في القرايات، وهي قضية مهمة. ليه؟ خلاص وأنا بتفرج على المسيح وبيدل عليا كمية الحب ده كله، أنا بسأل نفسي أنا بقى فين من ده كله. تعالوا نعيش الكلمة دي في نص جميل من بولس، يقول لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها، وأسلم بتترجم بترايد اللي هو إيه؟ اتخان يعني، أخذ خبز وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكر، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز شربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، let a man examine himself، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه، غير مميز جسد الرب. not discerning the lost body، discern معناها ببساطة يعني تقول ده ايه بالضبط اللي انت هتاكله ده. are you believing انه ده Lord's body، ده جسد المسيح، ولا شايفه عيش؟ اللي not discerning ما يقربوش، اللي مش عارفين او شايفينه خبز ما يقربوش. فليمتحن الانسان نفسه. يبقى كان يقصد مين للايمان؟ انت داخل على ايه؟ اسأل نفسك، لألا تكون بتتناول بدون استحقاق لو انت مش مميز. وعلى فكرة لو انت مميز حاجات كتير هتحصل، هتبقى واقف في خشوع شديد، في توبة حقيقية، في حب فظيع، في تسبيح بلا حدود. ليه؟ مسيح بجد؟ فهو بجد ولا مش بجد؟ لو مش بجد يلا نحكي، يلا ناكل وخلاص، يلا نعمل مايدة. لكن لو بجد يلا نسجد كلنا، يلا نقف زي العساكر، يلا نطلع نجيب العالم كله. هتفرق جدا انت شايف اللي بيحصل ازاي. فليمتحن الانسان نفسه. اذا بدايه الامتحان هو امتحان ايمان. اللي بيحصل في اسبوع الالام وبالذات في خميس العهد يحطنا قدام امتحان مهم قوي. انت مصدق بجد؟ مصدق ان ربنا مات عشانك؟ طب انت ليه عايش كده؟ مصدق انك في حياة ابدية مستنياك، في مجد ابدي متحوش لك؟ طب ليه ما بتتغيرش؟ مصدق ان ده جسد حقيقي؟ انت بتتمنى تشوف المسيح من بعيد؟ لا، ده انت هتلمسه وهتاكله. انت مصدق؟ لو مصدق لازم تختلف. تقوم الكنيسة تغرقنا امين 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 امين، اكتر كلمة يقولوها اللقباط في حياته امين. بس ما بيقولوهاش بالطريقة الهستيرية اللي بتحصل في حتة تانية، او مش عارف حاجة تحصل امين. اما تحصل ايه؟ اي حاجة تحصل في الدنيا ما تحصل،
يقول لك الدولار هينزل. امين امين ايه يا عم على الدولار؟ خيبه ايدي لسه بحد بيقول لي كده. ضغطت استخدام امين على الدولار؟ لا، امين يعني اؤمن، اله حقيقي، اؤمن، مات بجد، اؤمن ام بجد، اؤمن ده جسد حقيقي خلاص، يبقى احنا في ملك تاني خالص. قانون الايمان معناه كل شويه الكنيسه بتراجع علينا، تعالوا يا اولاد نقول تاني، نقول تاني. انت ما بتزهقيش يا كنيسه؟ في عشيه، في باكر، في الفرح، في الخارجه، في التالت، في المعموديه، في كل قداس كذا مره، ما يعني ما حفظناها. لا لا، قولوا قولوا تاني، قولوا تاني. ليه؟ امتحن نفسك، مصدق؟ نعم نؤمن بالروح القدس، نسجد له. كلنا بنقولها ما بنعملهاش، في مشكله. كلنا بنقول الروح القدس اله حقيقي، بنكروت ايها الملك السماوي، كلم الروح القدس حبيبي اللي ساكن فيه، كلمه. كنيسه حاطه لك صيغه عشان تكلم روح الله، مش ده اله حقيقي تعبده؟ كنز الصالحات، معطي الحياه، حل فيا، طهرني. ده ايمانك. يبقى الايمان معبر عنه في الليتورجيه، بتحطك قدام امتحان، مصدق ولا كلام ولا عايش وهم؟ وده بيفرق على طول القديسين عن القديسين، ده في فرق كبير. درجة الإيمان، القديسين كانوا أبسط مننا في التعليم على فكرة، ما كانوش يقروا كتب كتير زي، مش كلهم يعني، واحد شاف رهبان وقديسين أقرب للسذاجة، بس يقفوا في القداس في السماء بالظبط، وقفة رعب، وقفة تهليل وفرح زي الأطفال، لأنه المسيح أهو، فبالنسبة له عاوز إيه تاني من الدنيا؟ فيمتحن الإنسان نفسه. يبقى القصة بالنسبة لي مش يسوع زمان مات، لا لا، يسوع مش زمان مات، يسوع معايا دلوقتي وده دمه بجد، فأنا بحضر صليبه، بحضر قيامته، زي الرسل حتى اللي ما هربوش، أنا ما بهربش، أنا قدام الصليب كمان. إذا جسد ودم حق، عشان كده تلاحظوا كان بيفضل. أنا حضرت أبا مينا الله يريح روحه، كان تلميذ البابا كيرلس، بس مش أبا مينا دير ماريمينا، كان في أبا مينا تاني دير الأنبا صمويل المعترف اللي منكم فاكرين. أبا مينا لما كان يصلي يختم الحتة دي كان بيصرخ فيها، كان راجل عجوز وسكر كده ودمه خفيف، إنما كان بيبقى متهلل، هو بيقول جسد ودم حقيقي، كان فاضل يلف للناس، ها حقيقي كده، وأول ما يخلص القداس يصرخ بصوت عالي، ده طقس مش بيتقال دلوقتي، فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من هذه الأسرار، ما أخفيت عن الحكماء والفهماء، أعلنت لنا نحن الأطفال الذين لبيعتك. ببراءة الأطفال وفي منتهى السعادة، خلاص المسيح كان قدامه وكان شايله وكله، مش عاوز حاجة من الدنيا خلاص، تحسوه واحد خلاص عاوز يطلع السماء دلوقتي، مش عاوز يطلع من الكنيسة، لأنه إيمانه حقيقي. فالقصة لا تقول لي بقى معجزات ولا فضائل ولا رؤى، هو دي القداسة، مرتبطة بالإيمان. احنا بالنسبة لنا الإيمان نظري، وعشان كده إخواتنا الطوائف التانية بصراحة بيصعب عليا، لأن احنا السبب. احنا لو حاسين بالنعمة اللي احنا فيها كل العالم يجي، بس احنا مش بنصلي كمان يقف امام المسيح، فلما يقولوا مجازا ما هو ده اللي شافوه فينا فتلخبطوا. انا بعذر، لكن الحقيقة لو حضروا قداس من بتاع القديسين بقى، لا لا مش ممكن يطلع بره الكنيسة تاني. ما نقول نسجد لجسدك المقدس، ألاقي شماس الهيكل بيغزني واقف، يا عم بنقول نسجد الجسد قدامك أنت، أنت أول واحد لازم تسجد، يا أما أنت مش فاهم حاجة خالص في عيشتك، لأنه نسجد لجسدك يبقى أقرب واحد للجسد ما يسجدش. أنا شفت كهنة مش قادرة تقف بتسجد، ليه؟ لأن المسيح بالنسبة له ده المسيح، ما ينفعش غير كده، بس بالنسبة له هو الحقيقة كده.
امتحان الإيمان لما يقول تقدموا تقدموا قفوا بخوف ورعد. النهاردة في ناس طلعت ببدعة ما فيش خوف في العلاقة مع الله، يبقى ما تتناولوش. صدقوني على لساني أقول للناس اللي لغوا الخوف ما تتناولوش، ما تستهلوش، مش فاهمين حاجة، لأنه كنيسة حط النص ده وجايباه من الإنجيل ومن القرن الأول موجود. قفوا بخوف ورعد، ليه؟ لأنك قدام العرش، قدام المسيح بجد. مش ده الإيمان ولا تمثيلية؟ أنت داخل تعمل إيه؟ لو خوف ورعد مش ده المنظر خالص. عشان كده تقال يا صاحب كيف دخلت إلى هنا؟ تدخلت هنا إزاي؟ كل اللي مش شايف العظمة ومش مؤمن بالحقيقة تدخلت هنا إزاي؟ ودي تتقال الحياة نص الكنيسة. الناس اللي جاية تتناول في خميس العاد كما لقوم عادة، كيف دخلت إلى هنا؟ إحنا كنيسة طيبة فبنقول كويس. كويس إزاي؟ هو مش عارف بيأكل إيه، هو مش فاهم إنه بيقابل ربنا بجد، فالحياة مش مفروض خالص. لأنه فليمتحن الإنسان نفسه لألا يكون بيأكل بدون استحقاق، يعني لألا يكون مجرم، لألا ياخد دينونة، لأن إيمانه مش حقيقي مش ثابت. يبقى هو داخل يعمل إيه؟ ما أجمل الخدام اللي يقول لي ما قدرتش أتناول. أنا صدقوني بفرح بيه أكتر من اللي يقول لي تناولت. لما يقول لي أنا اتخنقت امبارح واتصالحت بس مش قادر أتناول، حضرت القداس كله وببكي لكن ما قدرتش. شاطر يا حبيبي، ما فيهاش حاجة، لأن ده ضمير صح، ده واحد عنده إيمان حقيقي، ده مكسوف، ده بكى بكاء مرا زي بطرس، ده الموضوع عنده حقيقي مش مجازي. لكن يبقى متخانق وداخل يتناول، يا نهار اسود انت مش مميز حاجة خالص. امتحان الإيمان خلى كيرولوس الكبير يفسر الجزء اللي هيقابلنا الأسبوع الجاي بتاع لا تلمسيني، ده اللي عمل لنا أزمة كل عيد قيامة. لأن المشكلة جت في إيه؟ رابوني. تعال يا مريم بقى بجد عاوز علقة. ما يكون المسيح قايل لك عن القيامة والملائكة قالوا لك قام، والمسيح أثبت لاهوته وخدت درس لاهوت المسيح مليون مرة، تقولي له بعد كده يا معلم امشي بعيد. فهمتوا يعني ايه؟ المسيح طبعا زعلان، رابوني ايه بنت؟ انت هتعامليني تاني كمعلم بعد القيامة؟ وبعد ما الملائكة من ساعة قالوا لك قام ده المسيح ده ربنا، وهي كل اللي عاوزاه ايه؟ حبيبي يسوع. يا اخي بتك التقيلة، انت مش فاهمة حاجة ولا ايه؟ ايوه حبيبك من حقك بس ده ربنا يا بنت. فلا لا تلمسيني، ليه؟ مش مستوعبة لاهوته، فلا ما تلمسنيش. كيرولوس بقى يربطها الربطة العبقرية، يقول لهذا تحرم الكنيسة كل من لا يرى المسيح إلها ومن لا يرى جسدا حقيقيا من أن يلمسه. فهمتوا؟ محدش يتناول لو مش مصدق المسيح ربنا أو مش مصدق أنه جسد حقيقي. لا تلمسيني، ليه؟ لأنه أنا صاعد، يعني أنا والأب واحد، أنا مكاني في السماء، أنا إله حق، أنا مش مكاني في الأرض، أنا مش ربوني، أنا هفضل معلم على طول، أنا معلم في نظرك، بس قولي زي توما حتى ربي وإلهي مش ربوني. يبقى بعد القيامة وصلي بقى. فهي لمسته من ساعة على فكر، بس لمسته بفرحة القيامة سمح لها في متى 28 لما لسه بتدور على تاخده بالأحضان وفكرها مرتبط بناسوت المسيح فقط. لا لا تلمسيه. امتحان الإيمان يخلينا في بداية القداس، وما ينفعش واحد ما يحضرش بداية القداس. سامحوني سيبكم اللي بيتقال احضر الإنجيل، لو حضرت الإنجيل برضو ما تتناولش كخدام، ما تتناولش. انت لازم تيجي بدري تحضر كل حاجة لما يترفع الملك قدامك مجدا وإكراما. معناه ده احتفال ملك، في حد بيدخل بعد الملك؟ كنايس زمان كانت لازم تقفل قبل اللحظة دي، قبل تقديم الحمل، محدش يدخل.
مجدا وإكراما تبارك كافة الشعوب، رحمته ستثبت إلى الأبد. دي تحية ملوكية بتقول العالم كله لازم يسجد. دي شهوة الكارزين، دي حتة كرازية، يعني إيه؟ ده مسيح العالم، العالم كله لازم يكتشف كده. والتسبيح ملائكي، يعني إيه؟ تلاقوا الشمامسة ماشي على نفس النغمة، مرد الشماس في الوقت ده تلاقوه عمال يستدعي العالم كله للسجود أمام المسيح. امتحان الإيمان بيخلينا نعيش الإيمانيات كل قداس. على فكرة عظمة القداس إن القداس بيراجع الإيمان بالتفصيل كل مرة. والعجيب والغريب إنه مش لازم يكون في كلام رومانسي زي ما الناس فاكرة، لكن يحرك القلب. كلكم حافظين القداس البسيلي على الأقل، ياما قلبكم اتحرك، مع إن الكلام لاهوتي، تجسد وتأنس وقام من الأموات وأيضا يأتي في مجده. ما أنتوا عارفين هذه، وقلبك بتحرك ليه؟ لأن الروح القدس بيحركه. الموضوع مش محتاج رومانسية وتراتيل شاعرية، هو الإيمان المستقيم يخلي القلب يتحرك. فإحنا كل جملة من دول أمين أؤمن، إحنا عساكر وشغالين على الإيمان ده اللي يدخل السماء. كمان لحظة حلول الروح القدس، إحنا كلنا كأرثوذكس فاهمين أن الروح القدس بيحل فعلا جوه القداس وكل الأسرار، وبنسجد عشان الروح القدس يحل، بيحولنا احنا القديسين ويحول القربان لقدسات. ده ايماننا. يبقى لازم نسجد بخشوع، وكل واحد بيتضرع لانه خاطي في اللحظه دي ينتقل الى القداس ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين، يطهرها وينقلها ويظهرها قدسات للقديسين. فبعدها يقول ابونا القدسات للقديسين. ايه اللي حصل؟ حصل معجزه، اللي موجودين تحولوا القديسين والقرابين تحولت الى قدسات. معجزه بجد، مش وهميه، مش مجازيه، ده حقيقي بيحصل كده. تاني امتحان، امتحان توب. فليمتحن الانسان نفسه، اذا كان ده ربنا بجد واللي في ايده الدينونه واللي هقابله على السحاب بعد شويه واللي مصيره معايا او انا مصيري معاه الى الابد، طب انا مش جاهز، طب انا لسه وحش، طب انا ما عملتش اللي هو عاوزه مني، طب انا ميت وصيه كسرها، يبقى طبيعي تلقائي لو الايمان مستقيم تيجي توبه. لو الايمان مستقيم يولد توبه من غير ما تفكر. مش ده ربنا وانت عارف منتظر منك ايه وعمل كل اللي عليه؟ يبقى فاضل اللي عليك، ما عملتوش تقول ايه؟ سوري، تقول الحقني، تقول سامحني، تقول غيرني. يبقى زي ما القداس اتملأ امين بيتملك اليه يسوع. عشان كده اي شخص بيحب القداس من غير ما يفهم الكلام ده متبرمج برمجه طبيعيه سلسه سهله، لانه مع الايمان تلاقي القلب يرق على طول والخجل يحل. انا رب مش جاهز، انا مستاهلش، انا وحش. فتلاقي ارحمنا دي بتطلع بتلقائيه. القرايات بتعمل ايه؟ القرايات كلها من اجل الايمان والتوب. القرايات بتراجع ايماننا وبتحرك توبتنا. القرايات مش معلومات على فكرة، الكنيسة مش قاعدة تقول معلومات، ما فيش امتحان على باب السماء في معلومات الكتاب المقدس، ما فيش مسابقات على باب السماء، بس في ايمان وتوب يدخله. فالقرايات كلها بتغذي الايمان اللي يغذي التوبة. من هنا بقى الكنيسة تعبر بتعبيرات ملهاش آخر بقى، يا رب انعم لنا بما، قولها كتير قوي، بغفران خطايانا. ليه؟ بتحفظ عيالها زنوا في دي، زنوا في الغفران. ليه؟ عشان لو انتم مصدقين انه جه عشان الخطايا يشيلها، يبقى لازم نقول له طب سامحنا، كلفناك كتير قوي، طب خلاص بقى بدل دمك بقى وسطينا، يبقى الغفران ما بقاش بعيد عننا، انعم علينا بغفران خطايانا. امتحان التوبة يخلينا كل قداس لقاء مع الوصي. يعني ايه؟ القداس هو كتاب مقدس مطبوخ للشعب، الليتورجية كلها من كلام الانجيل، القرايات كلها نص انجيلي. هو ده كله بيقول ايه؟ بيقول لي ربنا عاوز مني ايه؟ وصاد كده ايه؟ سوري، ما عملتش، ساعدني اعمل.
منتهى التلقائي اللي اسمها توبة. فده رحلة توبة تلقائية في كل قداس لو انت مركز. تحليل الخدام تحليل كتير على فكرة، فعشية في تحليل وبكر في تحليل وتحليل الخدام في أول قداس وفي تحليل في آخر القداس قبل التناول. ايه ده كله؟ عارفين التحليل ده يعني ايه؟ ما تخافش، ربنا مسامحك، سالت حبيبي. تحليل بياخدوه مين؟ المؤمنين التائبين. يبقى عملية الامتحان اللي فيها بيتبني الإيمان والتوبة بتقابل بنعمة كبيرة اسمها الحل، عشان تقرب، عشان تلمس. لازم تنضف لمؤاخذة الأول، فالنظافة دي هتاخدها في الحل اللي يأهلك تلمس. حدش فينا يقدر. ومن هنا التحليل الخدام أو تحليل كل الصلوات ده، اقطع رباطات خطايانا، كنا أخطأنا إليك بالقول بالفعل، اصفح واغفر، باركنا، طهرنا، حللنا من كل خطيئة. كل ده إيه؟ دي دعوات مقبولة في سياق القداس، دي صلوات حقيقية بتهز السماء. حتى داخل الليتورجية تلاقي روح التوبة شغالة، طهرنا من كل دنس. اللي مذاكر صلاة الصلح يشوف عبقرية القديسين، خبر التجسد والخلاص ورا منه دعوة التوبة. فاكرين أول ربع في صلاة الصلح؟ يا الله العظيم الأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد، ربنا يقول طهرنا بعدها بسطر. فاهمين الفكرة؟ طهرنا جاية ليه؟ بما أنك جيت تشيل كل الخطايا وتشيل الموت، طب نضفني بقى، طب كمل في أنا وشغال. تيجي تاني طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواح، إحنا محتاجين ده. فالكنيسة جوه القداس بتنبهنا لاحتياجنا، لأن التعاليم الغريبة بتنسيك أنت محتاج إيه، بتخدعك، بتقولك أنت مش محتاج توبة، تعليم شيطاني عشان يفصلك عن جسد المسيح. بعد ما شكك في الجسد والدم بيشكك في ضرورة التوبة. الخطورة على فكرة، لأنه بيبعدك عن طريق السماء. السماء سكتها كده، السماء دي جوه القداس، لأن ده مسيح حقيقي مش مجازي، ده صاحب السماء، ده الملك قدامك. هتدخل ملكوته ازاي اذا ما عرفتوش، ما قربتش منه، ما خدتش رضاه وما لمستوش؟ نقرب لك قرابينك من الذي لك. هنا ذبيحة الشكر ما تلغيش روح التوبة، يعني بنسبح ربنا لأنه جسد حقيقي، فاحنا بنشكره لأنه مات من أجلنا، فتح السماء، حط نفسه بين إيدينا، فما عندناش حاجة نقولها غير شكرا فوق العقل يعني اللي بيحصل ده، فيبقى كل مجالنا شكر. القسمة تلاحظوا في كل اسمة، الشمامسة فاهمين دي، الاسم بتتغير مع المواسم مش كده، والشعب انت شاطرين. تلاحظ كل جملتين كريال ايسون كريال، ثلاثة يا رب ارحم، وايه الحكاية؟ ما هي الاسمة بتعمل ايه؟ بتعيد الحكاية تاني، بتعيد الحكاية تاني ايا كان نوع النص، لكن بيقولك انت غلط، ربنا بيحبك، نزل من السماء، مات، رجع السماء، حضر لك المكان، شاهل، شد حيلك. هي الاسمة كده ايا كان نوع، بتاعت الصيام، بتاعت الخميس العهد، بتاعت الخمسين، بتاعت الرسل. هي في الاخر بتقول يلا احنا خدنا البنوة، نقول ابانا الذي، واحنا عمالين نستوعب اللي عمله نقعد نقول يا رب ارحم. يبقى الايمان لازق في التوبة لازق عجيب. اخيرا امتحنوا انفسكم على المحب. طب انا مش بحفظ وصايا الكتاب، طب الكتاب مليان وصايا كتير قوي، طب هعمل ايه ولا ايه؟ ده انا خبت تقيلة. بص، هي كلمة واحدة، انت في حالة حب، طبيعتك كإنسان اتخلقت من جديد تبقى شبه ابوك، تبقى حالة حب، اللي مقضيها حب ماشي صح. فيبقى الكنيسة بتحطني في امتحان، انت دلوقتي في حالة ايه؟ حالة غيرة مرة، مصيبة، حالة كبرياء، نهارك اسود، حالة سرحان، حالة طمع، حالة نوم. يا حبيبي هي حالة واحدة اللي بتدخل السماء، انك تقضيها في حالة حب. كل الكتاب يتجمع حب ربنا وحب الناس، كله يتجمع في دي. يقوم القداس كله زي ما بيغذي فيك الإيمان ويغذي فيك التوبة،
يغذي فيك الحب. إن قدمت قربانك على المذبح هناك تذكرت لأخيك، سيب القربان ما تتناولش، ما تكملش القداس، روح صالح أخوك، لأنه ما هي مش تمثيلية، هي دخلة سماء، هي لقاء حقيقي مع المسيح. مش هتعرف تكلمه وانت منزعل حد، ما بينفعش. وعشان كده قبله، لازم ترجع قبله بعضكم بعضا، مش كده، لا قبله لو سمحتم، سيحصل حاجة. ليه؟ لأنه بتفكرني، هي العملية مش مجرد أهلان ازيك، لا ما فيش ازيك، مش فاضيين، لكن هي بتفكرني لحسن تكون مزعل حد. طقس هنا جميل، ليه؟ وانت بتتلفت ممكن تلاقي واحد انت مش مرتاح، هتقضي بقية القداس خجلان. انا منساش مرة جي واحد في القداس قبل التناول، قال لي انا كل طول القداس متضايق منك، مش هقدر اتناول، فجيت استأذنك، انا كنت زعلان منك وايه عاوزك تسامحني. قلت له انا مش فاهم زعلان ليه، لكن طبعا كتر خيرك انك جاي تقول. قال لي نقعد بعد القداس، بس كنت قبل الكهنوت، قال لي اسمح لي اتناول. كان قبل الكهنوت، مش هينفع يقول لي حللني يعني، اسمح لي. قلت له طبعا طبعا، بس شوفوا الروحانية الصح، روحانية صح، قلب نقي، هو فاهم المسيح يرضيه ايه. ما ينفعش يدخل يتناول ويضحك على روحه، ما ينفعش. examine yourself، لا تكون قلبك شايل كتير وبتحلل لنفسك، لا تكون بتاخد دينونة. وده بيفسر لك ليه صلواتك باهتة، ليه مش بتكبر في الروح، ليه حياتك ماشية بالزق، ليه فقد سلامك، ما الجو كله ملخبط. امتحان محبة يخلينا نقول نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ده إلحاح الكنيسة، نطلع كلنا لازقين في بعض، بنموت في بعض، بندوب في بعض، بنموت عشان بعض مش بنموت بعض. امتحان المحبة يخلي الروح القدس يحل علينا، ينظف البقايا اللي ضد المحبة، شوية بقى كبرياء، شوية رياء، شوية إدانة، شوية غلاسة، شوية عنف، شوية كل ده نظافة كده بتحصل طول القداس. الروح القدس بيشيل الشوائب عشان يبقى القلب نظيف، تحب الناس بجد. تعبير جميل يقول القديس بولس، محبة الله انسكبت في قلوبنا. الآية دي مفيدة قوي، مرتبطة بالليتورجية، وانت بتصلي بحرارة في كل قداس بيحصل كده، في حب من السماء بينزل قلبك، ده مش حب طبيعي. تقدرش تسامح عدوك إلا لما محبة إلهية تدلق في قلبك وانت بتصلي بالروح القدس المعطى، مش ربنا جواك. فالروح القدس لما يحل عليه جوه القداس يقول لك خلاص ما تزعلش بقى، ده غلبان زي ما انت غلبان، ما انت وحش وهو وحش، خلاص بقى. فيطري الموضوع ويهديك ويخليك عاوز تحضن أعدائك، مش شايل منهم في حاجة. تلاحظوا ان احنا كمان جوه القداس بننتبه الى كل العالم، صلوا من اجل الارمله واليتيم والغريب، مالك انت بالناس دي؟ ما هو ده بقى عمل الروح القدس جوه الليتورجي، بينبهك انك مسؤول عن العالم. فالكرازه مش بدعه، الكرازه نتيجه طبيعيه لصلاه الليتورجي، اللي يصلي قداس من قلبه يطلع كارث، ياخد الروح القدس اللي يشغله بالعالم بكل البشر والمحرومين قبل المرتاحين، وعلى رأسهم غير المؤمنين. فيبقى دي مشغولية طبيعية لكل مسيحي لترجي انه يبقى كارث. وبعدين نهتف في اخر الاسمة نقول بصوت واحد، هي بصوت واحد دي ليها مغزى، ان احنا نختفي كلنا في كلمة ابانا. اجمل ما يميزنا ان كلنا لنا اب واحد، فلو كرهت اخوك طلعت برا الابوة. ليه؟ ابوك بيحب اخوك، فاللي انت مش عاجبك ده حبيب ابوك، حلها لي بقى، هتروح السما ازاي؟ ما لازم تيجوا سوا، ما بيدخلش حد غير بالجملة، عندوش واحد مخاصم ماشي بدماغه كده لوحده يدخل السما، ما يعرفوش. فلازم صوت واحد يجمعنا، قلب واحد يخلينا كلنا نقول ابانا، معناها سطب عليك وعليا وعلى الناس كلها، فضل المسيح بس وكلنا استخبينا جواه. إذا امتحنوا أنفسكم،
معناها في كل قداس وقبل القداس عاوزين نبقى روحيين في ممارستنا، بنراجع ضمائرنا على إيماننا وعلى توبتنا وعلى محبتنا لإلهنا كل مجد وكرامه.